بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم طالب شطوح اسماعيل، طالب سنة ثانية طب، مجرد دو برومو تاع دفعة بسكرة 2023 2024 تابع لكلية قسنطينة. اليوم نحكي لكم على سنة أولى طب وطريقة الدراسة تاعي فيها بصفة عامة. عندكم العام هذا عندكم 10 موديلات ولا مواد كما نقولوا، زائد سوكوريزم راح تعلموا فيها إسعافات أولية، نقطة تاعها ما تدخلش في المعدل. من 10 موديلات هذو كاين 6 نقولوا عليهم انيوال. اش معناتها انيوال؟ تقراهم عام كامل في زوج فصول، اللي هما سيتولوجي علم خلية، اناطومي علم تشريح، بيوستات علم احصاء، وعندكم شيمي بيوشيمي بيوفيزي. هذو 6 تقراهم عام كومبلي. وكاين 4 نقول عليهم سيمستريال تقراهم فصل واحد، هي فصل الاول فصل ثاني، اللي هما امبريولوجي علم الاجنه، هيستولوجي علم الانسجه، فيزيولوجي تقراو فيه على التفاعلات الصرا داخل جسم الانسان، و اس اس اش اللي هو سونتي سوسيتي اي هيومانيتي تقراو فيه على تاريخ الطب، تقراو فيه على تاريخ تاع المستشفيات بكري والاوبئه اللي كانت بكري وطريقه التعامل مع المريض كذا. هذا موديل فيه سنتروس، من بعد تقرا مثلا احنا في بسكرة قسنطينة قرينا امبريو فصل الاول وباقي لي موديل سيمستري فصل ثاني، معناتها فصل الاول قرينا 7 موديلات فصل ثاني قرينا 9 موديلات، وراني هدرت على كل موديل بالتفصيل وراح نحطه لكم بعد في انستغرام، كنت في انستغرام انا درت كل موديل، درت له بوست لخصت فيه كلش وهدرت على كل الدروس بالتفصيل، هدرت على كل درس الدروس استفدت معك كل درس، وهدرت على كيفاه قريت في الموديل هذا اسلوب قراية تاعي. وكما قدرتش نهضر عليهم بيسك نطول سما روحو شوفوهم تفهموا كلش. عندكم اغلب حصصكم عباره عن محاضرات وكيما نقولوا ليكور، تقراون في المدرج لونفي، تقراو الدروس تاعكم في لونفي، ماذا بكم تحضروا. وعندكم حصص تيدي اللي هي اعمال موجهه، بعض الموديلات تحلوا فيهم تمارين على الدروس اللي قراوتهم وتقراو في كلاسه هكا تاع كلاسه صغيره تاع 40 تلميذ 40 طالب ولا 30 طالب، تحلوا فيهم تمارين. عندكم حصص تي بي اللي هي اعمال تطبيقيه، كاين كليات مثلا يديروا اعمال تطبيقيه غير في اناطو، مثلا كاين الجي ما عندهمش طول لي تي بي، يروحوا حدا لي لابو يشوفوا المجسمات تاع اناطومي. زي كاين كاين مثلا احنا في بسكرة ونديروا لي تي بي في اسر موديلات، مثلا عندنا شيمي نديروا فيها اناطومي امبريولوجي هيستولوجي سيتولوجي بيوفيزيك، المهم نطبقوا قرايتنا في الواقع. مثلا عندنا في اناطومي نشوف المجسمات تاع العظام والعضلات، مثلا في هيستولوجي وسيتولوجي نشوفوا الخلايا بالمجهر امبريولوجي ثاني، مثلا في بيوفيزيك وشيمي نديروا تفاعلات كيميائيه بروتوكول تاعها. وعندكم امتحانات في الكونترول تعقبوا تاع كل فصل وحده، تسمى لي موديل انيوال تقراو معاهم كومبلي، تعقبوا فيهم زوج امتحانات معناتها فصل الاول واحد فصل ثاني واحد اخر، ومعاهم تاعهم زوج. ولي موديل سيمستريال تعقبوا فيهم كونترول واحد، يا فصل الاول يا فصل ثاني معامل تاعهم واحد. ولي كونترول تاعكم عبارة عن 30 سؤال ولا 20، 20 ولا 30 سؤال للبروف اللي يحدد. هذو الاسئله تكون عباره عن كيو سي اس، معناتها سيجيب لك سؤال فيه واحد 5 خيارات ولا 4، واحده منهم تكون صحيحه. وكاين الكيو سي ام معناتها يجيب لك سؤال فيه 4 خيارات ولا 5 وتعود اكثر من واحده صحيحه، قادر واحده قادر زوز ولا قادر تعود واحده زوز، المهم اكثر من واحده تعود واحده. احنا في سنه اولى اعتمد على نظام كيو سي اس، واحده اجابه واحده صحيحه في كل اسئله، والمدة تاعو تكون تختلف من 45 دقيقة لساعة ونص، البروف اللي يحدد شحال المدة تاعها. نعملو على كيو سي اس برك.
اي تمدوا لك شي اصبرك. وعندكم المدة تاع الكونترول تختلف من 45 دقيقة لساعة ونص حسب البروف هو اللي يحدد المدة تاعو. دوكا نهضرو على طريقة الدراسة في الدروس. أنا دوك لازم تحضر الكور في اللو الكور لازم تحضره حتى وما تفهموش من الحصة الأولى عادي، بس كيف قد تلقاو أساتذة يهضروا غير فرنسي باينة من دون ما تفهموش مصطلحات جديدة كذا. ثم حاولوا تمدوا فرصة وتزيدوا تحضروا، كي تروحوا للدار لازم ترجموا لي كور تفهموا بشوية، تكتسبوا كلمات جدد باش المرة الجاية تلقاو روحكم قادرين تفهموا على البروف مع الوقت. دوكا إذا ما قدرتوش تفهموا على البروف مع الوقت، كاينة حاجة ثانية طريقة ثانية تقدروا تستفيدوا منها من الكور، وش هي؟ عندكم مثلا إذا كان ما كنتمش تفهموا عليه على البروف ولا ما كنتمش تفهموا مليح ولا ما استفدتوش بقدر كافي اللي حابينه، هنا كاين ساعات تلقاو البروف يركزوا على حوايج يخلوهم، كاين حوايج يركزوا عليهم مثل تلقى حوايج يفوتهم هكا، معناتها هنا راح تستفيد بأنك تعرف على واش تركز باش كي تروح للدار. كاين حوايج تنحيهم طول ما تقراهم، كاين حوايج تقراهم بعينيك برك، كاين حاجة تحفظها تركز عليها، تسمى كي تحضر الكور تعرف البروف على واش ركز، تسمى هذه استفيد منها. انا هذه درتها في بيوفيزيك، بيوفيزيك ما كنتش نفهم ليه مليح مي زيد شويه وزيد على واش ركزت. عندكم بيوشيمي في الفصل الثاني كانت تعطينا ضياف وفيه 100 صفحه ولا في الاخر هي في الكور ما قراتهاش كل هذيك، كان حوايج فاتتها ما عرفتش واش فات، تسمى وفرت على روحي وقت ياسر كي حضرت الكور مالغري ما فهمتش مليح بصح وفرت على روحي وقت. ودوكا كاين لي موديل اللي مهما حضرت ماكش حتستفيد، يا ما تفهم والو وماكش حتعرف على واش تركز بروف، ما مفيش فايدة تقريب الكور أصلا. هنا ما تحضرش خلاص، ثم تقدر تقرا وحدك في الدار نورمال، مثلا كيما أنا أساساش حضرت حصة مزدتش حضرت صاي بس كما لقيت روحي ما فهمتش خلاص نورمال، ما تحضروش وقراو في الدار وحدك. دوكا نهضروا على الكوش الاولى اللي راح تقراو فيها الكور، وش هي الكوش الاولى؟ معناتها صاي حضرتو الكور ولا ما حضرتوش عادي، المهم راح تبدا تقرا الكور وحدك في الدار. هنا هذه الكوش لازم تعطوها وقت قد ما تقدر، اعطوها وقت كافي ثم طولوا فيها نورمال، طولوا في الكور الضربة الاولى نورمال. عندكم تقراو تبداو تطبعوا الكور، ماذا بيكم تطبعوا الكور؟ كاين اللي حاب يقرا من البيسي ديريكت هذيك ما عارف. أنا نحب نطبع الكور ونجيب قلم نبدأ نترجم الكور في البي سي، وإذا كان كلمات ما فهمتهاش نكتبها بالقلم تحت أي كلمة ما فهمتهاش نكتبها باش نوجد الكور مرة جاية نحفظه ديريكت. وهذه لازم تمدوا له وقت هو وكا كي تحصلوا حاجة تكونوا تقراوا في الكور وحدكم بعد ما ممكن فهمتوا شوية من الكور وكاين حوايج ما فهمتوهمش تحوسوا في يوتيوب ولا تحوسوا في شات جي بي تي هكا، تروح اليوتيوب تحوس على هذيك الحاجة فهمتها صاي كمل اللي قرا الكور تاعك وحدك. كاينة حاجة مش تا قبل ما تبدا تقرا الكور وحدك تروح ديريكت اليوتيوب تبدا تقرا من اليوتيوب ديريكت ومصلحش هذي، نقول لكم على بيس كاين مشكلة قادر يعود الفرق في الدرس ما يكونش كيف بين اليوتيوب والدرس تاعك، قادر فيه حوايج زايدة ولا فيه حوايج ناقصة راح تخلطها على روحك كيسمى. وحاجة ثانية انه قاعد الكورس سهل لدرجة انه ما يستاهلش انك تقرا في يوتيوب اصلا، تكون قريت وحدك ما راك فهمت وصاي تهني، ثم ديما ابدا اقرا الكورس تاعك وحدك ما تفهمتش حاجة روح حوس عليها في اي مصدر، حوس عليها في يوتيوب في شات جي بي تي جوجل اي حاجة، ثم ديما اقرا وحدكم اكيد ما تفهموش حاجة حوسوا عليها. كما قلت لكم هذا الكوش الاولى دي ما عطوها وقت وما تحفظوش فيها، افهموا الكور تاعكم وتستوعبوا كلمات جديدة عليكم ترجموها، وقادر تدوا فيها هذه الكوش الاولى تدوا فيها اكثر من جلسة، قادر 2 جلسة 3 جلسة قادر كل جلسة فيها ساعة ونص، معناتها مثلا اليوم قريت جزء من الكور في ساعة ونص غدوة تزيد تقراه تكمل جزء اخر في ساعة ونص اخرى غير غدوة ثاني عادي، عطوها وقت نورمال حتى اذا طول نورمال متقلقش روحك، المهم تعود تستفيد رسمك تكون تستفيد شو من بعد ما تتعبش من بعد كي تحفظ الكور يجيك ساهل خلاص. من بعد في الكوش كثروا نورمال، انا مثلا
كنت نحفظ اناطومي مثلا دي لها 5، كل درس نعاود نحفظه 5 مرات ولا 4 باش ما ننساش. خلاص الاولى اعطوها وقت قد ما تقدر. وكا بالنسبة للملخصات، ملخصات وكتاب تلخصوا وكفاية تلخصوا وكتاب ما تلخصوش. عندكم وكتاب تلخصوا اذا لقيتوا فرق كبير بين الحاجة اللي حتحفظوها والكور، بس الكور مش كلش فيه تحفظ، راح تلقى روحك راح تركز على واش حوايج تحفظها بعد حفظها صم، كاين حوايج تقراها بعينيك كاين حوايج تنحيها خلاص. ثم اذا لقيت كاين فرق بين مثلا لقيت البروف نح فات ياسر حوايج ولا ما ركزش على هذه الحاجه ولا هذه تاف في راسك بانت لك بلي حاجه ما تجيش نحيها، بصح اذا لقيت روحك ما نحيتش ياسر حوايج معناتها تقريبا الكور فيه ياسر حوايج تحفظ عليها تلخص صايك احفظ منه ديريكت. معناتها كي تلقى فرق كبير مثلا انا في البيوستات والبيوفيزيك لقيت بلي ليكور تقريبا كل قانون حاط له برهان، برهان ما نحتاجوش صاي، لقيت بلي ياسر حوايج ما نحتاجهمش في الكور عليها نلخصو باش نقص فيه وما يقلقونيش الحوايج هذوك اللي ما احتاجهمش ديريكت نحفظ. لخصتها بالفيزيك ولخصتها بيستاه. بصح مثلا اناطومي، اناطومي تقريبا كشغل باين تحط الكور قدامك باين واش حتحفظ وما كان لا تلخصها، عقلك خليه يلخص واحد كي تقرا كود كي تجي حتحفظه كي عارف واش حتحفظ وعارف واش حتقرا بعينيك وعارف واش راح تفوتو اصلا. ثم باش توفر على روحك وقت خلي عقلك يلخص وحده كي تجي تحفظ، ثم قادر تبدا تلخص تلقى روحك عاود تكتب في الكورت تقريبا كيما راه نقصت شويه حوايج خفيف، ثم ضيعت وقت كبير. ثم ديريكت احفظ ديريكت وعارف واش تحفظ المكان، هذه تلخيصه توفر بها وقت. ماذا بيكم اعتمدوا على ملخصاتكم تاعكم توم خير، ديسك تاع ملخص تاعك تعود واثق في نفسك واش كتبت فيه وعارف واش يجي واش لا لا، عادي تعتمد على ملخصات ناس اخرين مثلا تهز منها حاجه تكتبها عندك نورمال انا درت هذه عادي، بصح ديما ملخص تاعك انت اللي درت واش تحب فيه، تسمى تاع واثق في نفسك بلي هذاك ملخصك وعارف واش يجي وصح. تسمى اعتمدوا على ملخصاتكم خير. كل المصادر الخارجيه كما الكتب ولي كور تاع الكليات الاخرين انا ما استعملتهمش صراحه، غير اناطومي وراك شريت كتاب تاع حمودي تاع مونبر سوبريير تاع فصل الاول ما استعملتوش ياسر لهذيك الدرجه، ما كنت نشوف شويه تفاصيل هكا ما حاجه ما فهمتهاش نشوفها بصح ما مش لازم هذيك الدرجه. سما كتب خارجيه ما حبيتش انا كتب خارجيه ولا لي كور تاع الكليات الاخرين ما حبيتش نخلطها على روحي، ديما تقدر تلقى اختلافات تلقى حوايج زايدة عندهم حوايج ناقصة عندنا كذا، ثم تتخلط على روحك وهي حاجة مليحة كاين اللي يشتي يزيد معلومات، بصح أنا تبلي اللي حابي ماجوري ولا اللي حابي يتفوق ماهوش قاعد المعلومات الزايدة هذيك، بيسك عندك موديلات أخرين يستناو عليها لازم تقرا واش اللي لازم برا هذه هي، باش ما عندكش وقت ياسر لهذه الدرجة باش تقرا حوايج زايدة. دوكا لي كيسيان كيسيان وكتاه تحلو وكتاه لا وكتاه تحلو ياسر وكتاه شوية، ومنين تحلو أول حاجة كي تشوفو بلو الموديل يتعاودو فيه الأسئلة ياسر أصبرو نقولكم استعملين تحلو، عندكم كاين زوز بلايص تقدرو تحلو منهم، عندكم كاين كتب كل كلية تقريبا عندهم خادمين كتاب جاملين فيه الأسئلة تاع الأعوام اللي فاتوا منظمين هكا، مثلا حنا في بسكرة قسنطين عندنا كتاب تاع السيني مثلا تاع فصل الاول وحده وفيه لي موديل تاع فصل الاول وفيه كل درس كل موديل كل درس فيه اسئله تاعه منظم، تسمى حاجه مليحه تقدر الدرس اللي راك تشوف فيه شفت راك مش فيه الاسئله تاعو راك تشوفه تحل شويه وصح، اسمها حاجه مليحه. اسمها ماذا بكم اللي يلقى كتاب كيما هكا يشريه خير مفيد ياسر، اسمع منظمين حسب الدروس ما روعة، بصح اللي ما لقاش منين يحل كان ما لقاش كتاب كيما هكا كاين الموقع الاول دراسة في الجزائر تلقاو كل كلية حاطة لي كونترول تاعها تاع كل عام تاع كل عام حاط لي كونترول تاعها مع التصحيح، ثم تقدروا تحلوا منه بصح الافضل اذا لقيتو كتاب هذا حلوا منه خير شنو حلوا دوكا وكتاب تحلوا وكتاب لا وكتاب تحلوا ياسر وكتاب شويه. عندكم كي تشوفوا باللي موديل اللي تعاودوا اسئله فيه ياسر مثلا تاع العام اللي فات والعام اللي قبله والعام اللي قبله تلقاو باللي اسئله يتعاودوا اغلبهم يتعاود
هنا لازم الأسئلة لازم تحلوا الكيشين تاعهم، وساعات لازم تحفظوهم كما حنا في بيوفيزيك كانوا يتعاودوا ياسر وحفظناهم، وكان لي تميز فيها قاعد حفظ الكيشين. بس حكينا حاجة مش تروح تقرا تحلي الكيشين وتخلي الدرس بيسك تاع مادامك حاب تميز، معناتها حاب تلحق الفان نورمالمون الفان 19، معناتها مش كل الأسئلة حيتعاودوا في الكونترول. كاين أسئلة هذوك اللي نحولك ال20 هذوك جدد حيكونوا، تا حتقرا على جالهم هذوك، راح تقرا الكور وحتتعب معاه وتحفظه على جالهم. سما ديما ما تهملوش الكور في كل الحالات، ما تهملوش الكور زيدو. ودوك كاين حالة اللي ما تعاودوش فيها الأسئلة، كل عام تلقاو أسئلة مختلفة، هنا ديما الكور في كل الحالات، ديما قلت لكم الكور ديما يتحفظ مليح. دوك هنا تحلو شوية من كل درس، تحلو صفحة زوز باش تهزو فكرة، مثلا تحلو تاع 3 سنين اللي فاتوا برك زايد، باش تهزو فكرة على طبيعة الأسئلة كيفاه تجي في الموديل هذا، كيفاه تجي في الدرس هذا. هذا ما كان هزو فكرة صاي فوت الدرس، المهم ركز لي على الدرس. أنا عامي فات قبل ما أدخل بريمير راني كانوا يقولوا لي باللي تركز على الكيسيام وكثر من حل الكيسيام وكثر ما تركز على الدرس، وانا ما اقتنعش صراحه. انه شوف مثلا كي تحل يو بي سي ام راه كل سؤال راه يعالج فكره معينه في الدرس، معناتها كاين حوايج ما كانوش في كيسيام، بصح كي تقرا الدرس راك غطيت كلش، افكار كل غطيتها. اسمع اي حاجه راح تجيك من الدرس، ماشي قادر حاجه قادر تجيك حاجه ما كانش في كيسيام، معناتها كيسيام فيهم ثغرات. سما ماذا بيك تقرا درس مليح خير وخير، هذه اللي حاب يدي مليح. وكاين اللي تلقاه تحصر ما بداش بكري، هذاك صح مليح لو كيسيام، اللي ما بداش بكري مليح لو كيسيام قادر يتعاود وصاي هذه. وكاين مثلا موديلات ما حليتش فيهم طول كيما سيتولوجي امبريولوجي، انا ما حليتش بيسك في الكتاب تاع تستيني عام اللي فات، اسئله ياسر فيها غلطه، اجابات على الاسئله فيها ياسر غلطه، ما حبيتش نكسر راسي معاه. ما حليتش طول وما حبيتش خلط على روحي، نورمال ما ضرتنيش هذيك درجة، خدمت عاد. وسما عادي ديروا في بالكم باللي قادر تلقاو إجابات غالطين في قولة معاد، ما في لي كونترول بعد ما تعكبوا قادر يحطوا لكم التصحيح غلط في أسئلة في إجابات غالطين. سما عادي دوكا نحكوا على إقامة بالنسبة للمقيمين، كان لي من الاول يحطوا فكره في راسهم باللي مادام في اقامه راح يعاني شويه وما يقدرش ماجوري وكذا وصعيبه شوي. اول حاجه لازم تنحوا الفكره هذه من راسكم، ماهيش عائق كبير لهذيك الدرجه، لازم تنظموا وقتكم تلتزموا، هذه هي نظموا وقتكم تلتزموا ونحوا الفكره هذه من راسكم، وحطوا هدف باللي حاب ماجوري صاي، هذه حط هدف تاعك ماجوري تديه غصبا عن اي واحد وتوالفوا ان شاء الله. ثم التزموا برك، التزموا ونظموا وقتكم خاصة تاع الإقامة، يعني لازم التزام ولازم تنظم وقتك. كاين حاجة ثاني ليكور تبان لي لازم تتبعوهم، بالنسبة لي أنا ما نقدرش نقرا من البي سي ولا من التليفون الكور تاعي ولا نبقى نحفظ فيه من البي سي. دوكا اللي عنده طبيعة ماذا بيه يديها مع الإقامة خير، واللي قادر يشري طبيعة ماذا بيه يشريها ويديها معاه. على بيسك مثلا تكون في الإقامة راك في الليل ما لقيتش منين تطبع في الليل، عندك طبيعة تطبع ليه، مثلا بعثوا لكم كور تحتاج تقراه الليلة هذيك تطبعوا ديريكت وتقراه، ولا مثلا حتى وإذا مثلا راك في النهار وحاب تطبع راح توفر على روحك وقت إنك تخرج تحوس منين تطبع، ديريكت تطبع من عندك تستنى وتحفظ تقرا الكور تاعك. بصح واللي ما قدرش عادي، أما بيسك غاليين طبيعات شوية ما تكلفوش والديكم، سما مش لازم هذيك الدرجة، تلقاو ديما وين يطبعوا تلقاو وتفاهموا معاك اش مكتوبة، تصبع لكم ليكور بسعر رمزي وعادي. سما اللي مش قادر يشريها ما كان لا يكلف ولدي. دوكا بالنسبة للنوادي، نوادي جامعية أنا شخصيا ما دخلتش نوادي، ما جاتش في بالي أصلا ندخل هكا، بصح هما ملاح مانيش نقول ما تدخلوش، هما ملاح هما يفيدوكم بصح ما يفيدوكمش في قرايتكم، ما يفيدوكمش في ليكور تاعكم، مفيدوكمش في الكونترول، يفيدوكم من ناحية انك ترفع على روحك، من ناحية انك تعلم حوايج جديدة خارج مجالك. اي ثم اذا حابين تدخلوا هي تقدروا تدخلوا، بصح كاين بشرط، حاب تدخل مثلا عيطولك راك دخلت النادي، عيطولك كاش نهار عندنا نشاط ولا عندنا ارواح تحضر معنا نشاط معين،
تلقيت روحك متأخر في الدروس، ما تروحش باين، بس إذا لقيت روحك متقدم روح عادي، رفع على روحك، روح اتعلم حاجة جديدة نورمال، بصح متخليش يلتيك على قرايتك، وديما أعطي الأولوية لقرايتك، هذه أهم حاجة. اسمع، حاب يدخل نادي، هذا هو الشعور، نحكي لنفس الشخص اللي حاب يتميز ويدي مليح، مش اللي حاب يطلع هذاك عادي، هو كما يحب يدير يديه. بالنسبة لأسكو نستعملو بي سي ولا نستعملو ايباد، ولا أسكو لازمين ولا مش لازمين، أنا بالنسبة لي ما مش لازمين طول، اللي مش قادر يشريهم ولا ما عندوش أصلا ما كان لا يشريهم، اللي مش قادر يشريهم ما يقلقش روح. بيس كان مش كنت أنا عندي شريت بي سي، واش نستعمل؟ نستعملو ترجم ليكور، لا نتفرج يوتيوب، هذا ما كان تقريبا، هذا ما كان مش كنت نستعمل. ما ساعات في ترجمة تاعي كل ساعات نتفرج نترجم بالتليفون ديريكت، نتفني نفتح بي سي ولا أنا ولا حتى اليوتيوب نتفرجه في التليفون، ما مش مهم لهذيك درجة البي سي ولا الايباد هذا. اسمع، اللي مش قادر يشريه عادي، ما مش لازم، ما انا الباك عقبته بتليفون نورمال وساعدني في القراية. والاخر، اسكو ايباد ولا بي سي خير؟ انا اغلب اللي سقسيتهم يقولوا لي بلي ايباد خير، بس كي يحبوا يرسموا فيه ولا يكتبوا فيه، انا على ما شريتوش بس عادي، انا نقدر نكتب في كراس ولا كراريس، كنت نكتب كراريس ونرسم في كراريس عادي. وانا على شريت بي سي بس ما هوش ما تقدرش تستعمله غير في القرايه برك، عنده فوائد اخرى، ما كنتش مشاريع هدف انه تاع قرايه، تقدر تستعمل دي زابليكاسيون لي جو كذا، تسمى ما فيها ياسر حوايج تقدر تستعملها من غير القرايه، علاش شريتو بي سي؟ هذه نتوما جي حسب ما حبيتو ورغبتكم شري واش تحب، واللي قلت لكم مش لازمين، اللي مش قادر يشريه مش لازمين خلاص. نعم، وك الفرنسي، فرنسي وفرنسي اسكو هي عائق في الاول؟ صح، راح بالنسبه للجميع راح شويه تعانوا معاه شويه في الاول، لازم ترجموا الكور كما قلت لكم، لازم ديما ترجموا باش تفهم، ومهما كان حتى ماملي اللي مستواه مليح ثاني شويه يعانوا يعني. كلمه جدد سما نورمال، حاجه عاديه، كين جاكي الناس لازم، ما كانش حاجه زي بالسهل، باين راح تلقى حاجه صعوبات كونترول تاعها. احنا في بسكرا نقول لكم كيفاه خدمنا، عندنا كونترول في الفصل الاول، درنا مع دخلنا درنا كونترول، كونترول هذا تاع تحديد المستوى تاعي، انا ما قريتلوش، ما هكا ما نفحتليش نقرالو، بصح تقدروا تقراولو تلقاو دي داس تاست دو نيفو اليوتيوب، حوسوا عليهم تلقاو هذا. عقبنا كونترول هذا مثلا اذا ديت من 0 ل 5 من 20 المستوى تاعك A1، اذا ديت من 5 ل 10 المستوى تاعك A2، اذا ديت من 10 ل 15 المستوى تاعك B1، من 15 ل 20 المستوى تاعك B2، وحنا لازم نلحقوا B2 باش تهناو من فرونسي. صح، تسمى في الامتحان الاول هذا تحدد بين مستواك، اللي دا B2 صاي تهناو من فرونسي، اللي دا B1 هذاك هو مستوى، اللي دا A2 مستوى، A1 مستوى. بعد مع امتحان تاع الفصل الاول كل مستوى يعقب كونترول تاع وحده، تاع A يعقب وحدهم، A2 وحدهم، B1 وحدهم، ولازم كونترول هذاك تدي فوق 10، تدي فوق 10 حتى تنتقل للمستوى اللي بعد. كي ديت اذا كنت A1 تروح ل A2، A2 تروح ل B1، B1 تروح ل B2، ثم صاي تهنيت الفرنسي، اذا رحت من B1 B2 هذه. والفصل الثالث امتحانات الفصل الثاني زدنا عقبنا تيست ثاني اخر كيما تاع الفصل الاول، وهكا تبقى تطلع بالدرجة، عندكم فرصة ثاني في دوزيام اني تزيدو تعقبو زوز اخرين، ثم مش مشكلة تقدروا مام ليكور تاعها ما كنتش نحض تاع فرنسي تكتسبوها مع القراية، كنت تقراو ليكور بشوية كنت تعلمو عاد. انا في الاول ديت بي ان، ومن بعد في الاول ديت بي ان، بعد طلعت البي دو في الكونترول تاع اس ان صاي. دوكا هنا حاجة لازم تجهدوش رواحكم ياسر في القراية، أنا قلت لكم على قلت لكم تبداو بكري، تبدا بكري راح تلقى روحكم مرتاح في القراية، تقرا وتريح ودير واش تحب عادي، وما تكونش مستريسي تراك تقرا رايح، بصح كي تبدا شوي روطا راح تبدا شوية تبقى ديما مضغوط هكا، تسمى تبدا بكري تقرا رايح، منا لي كونترول تبقى ديما رايح في قرايتك.
تسمى كي تبدا بكري يعني هي فايدة كي تبدا بكري عليها على ولازم ديما تكونوا اجور، تخلوش نهار يروح هكاك انت قاعد فارغ شغل وتخلي ما تقرا والو نهار هذا. اقرا حتى حاجه، بصح اذا كنت عادي مسافر ولا عندك شغل نورمال عليك عادي تحوس عادي نورمال، مادام ديت بكري ما تقلقش روح عندك مجال باش تريح نورمال. اسكو كنت مداير بروغرام تاع قرايه اسبوعي ولا لا؟ ما كنتش بيسك انا سييت عام باك سييت ندير برنامج اسبوعي تاع قرايه كل موديل وكذا وكذا، حسيت روحي مضغوط هكا، ما ديما مضغوط، هذه تقراها اليوم هذه غدوه هذه بعد هذه هذه، شغل ما نقدرش نحمل الضغط عام كامل، فما بالك اني نحمله 7 سنين جاي نبقى ديما بروغرام وكذا، ما نقدرش عليها. كنت نقرا هكا، ما مثلا اليوم روحت من الكور راني في الطريق نخمم، بعد في الطريق نخمم واش حنقرا الليله، اسكو هذا الموديل راني نروح فيه كنا نبدا نقرا، اسكو هذاك الدرس ما قريتوش واش نقرا، هكا نخمم في الطريق نخمم واش حنقرا وصاي، ما كنتش ندير بروغرام، كل درس نعطيه حقه حسب تقدمي في الدروس. كاين يقول عنده مشكله في مع الحفاظه، هذه حاجه عاديه، ما حتى انا نطول في الحفاظه نقدر نكون اكثر منكم عادي، اهم حاجه انك مهما تكون طول ما تكرهش، تبقى ديما ملتزم تحفظ، ما تكرهش من روحك بلي راني طولت وياسر وكذا، ما تكرهش كمل ابقى احفظ عادي، ما لازم تحمل، هذه هي صح صعيبه الحفاظه، لو راح تطول معاك الحفاظه 7 سنين شيء ما لازم ما تكرهش، حاول ما تكرهوش تسمى عادي، انا ممكن اكون ابطا منكم. تركيز اثناء المحاضره، التركيز برا عليك لازم تركز، مادام جيت من بعيد كاين اللي ناض على 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح 4 تاع الصباح جاي من بعيد باش في الاخر ما تبقى تقصر ولا ما تركزش، مادام حاب تميز وحاب تماجور برا عليك تركز، مهما كانوا صحابك يقصروا معاك ما تراعي لهمش ولا سي انصحهم يركزوا حتى هما، ثم مادام جايك من بعيد وهدف تاعك انك ماجوري برا عليك راح تركز، تبان لي حاجه بديهيه هذه، راه عليك تركز مادام كان عندك هدف حاب تخرج الاول تبقى مركز راه عليك، وعادي اذا في الاخر تاع الحصه ولا بديت لاشي شويه ما قدرتش تركز عادي، المهم انت درت اللي عليك، ركزت قد ما تقدر هزيت قد ما تقدر. اسكو بديت نقرا قبل الدخل؟ ما بديتش، غير بديت غير كي بدينا لي كور بعدها بسمانه تقريبا بديت نقرا في الدار، هذه ما بديتش قبل، مش شرط تبدا اهتمام دوكا دوزيام اني ما بديت، ما هو ما عنديش مام دروس كام داير. مستوى الفرنسي مستوى قبل ما كانش مليح لهذيك درجة عادي، مستوى ما قلت لكم يهمش لهذيك درجة مستواكم، حتلقاو كلمة جدد ديما كاين صعوبات، ما من مليح فرنسي حيلقى صعوبات، سما ما تقلقوش رواحكم في فرنسا تكتسبوها مع الوقت، الفصل الثاني تلقاو مرواحكم شوية طورتوا فيها. طريقة الإجابة على الكيفيام تعتمد على حفاظك، إذا حفظت مليح باينة هتجاوب صحيح، والتركيز إذا راك مركز تجاوب ولا لا، هذي برك بكا نورمالمون هضرت، واش زيدوا لي كش ما تسقسوا أسئلة زيد نجاوب. العام تاعي طلعتو 17.19 قلت لكم كتب خارجية ما استعملتش تقريبا، قلت لكم واحد اناطو ما استعملتوش ياسر ثاني. كي صيام نحل بعد ما نحفظ الدرس، نحفظ الدرس ولا كي قرب كنترول شوية نحل، وقدام مرة نحل اللي قلت لكم كل موديل وكفاه. أدوات مدرسية أنا درت زوزكاري سام كبار هذوكا، درت فيهم لي موديل كل قسمتهم كل موديل، والاخر واش نستعمل نكتب معاه، ما كنعود في الكور نكتب مع البروف نزيد نكتب معاه، وكش ما زاد حاجه تعود عندي. واللي تيدي درت زكاريس ثاني، درت زكاريس درت فيهم بيوشيمي شيمي وبيوستات وبيوفيزيك برك زكاريس صار. وعندكم مئزر تشروه، لازم مئزر لازم تشروه، شروه من برك نورمال بس كلي تيبي إجباري مئزر فيه.
قريت شيمي وبيوشيمي، انا قلت لكم مانيش ما كنا نبدا نهضر على كل موديل وحده وما عادش من الغدوه ما نكملوش. انا قلت لكم في انستغرام اني كل موديل حطيت عليه، حطيت وش كفاه الدروس اللي فيه وكفاه قريت كتب. مش لازم تشري، انا قلت لكم استعملت غير واحد وما فادنيش ياسر. موضوع تاع تيست دو فرونسي ما شفتش عليه، ما شفتش واش دار. كل كره شحال الماضيين قسموا عادي كما تحبوا، حتى اذا فض زيدوا نورمال، ما تهمش هذه لهذه الدرجه. انستا دوك نحطو دقيقه. نحن نحط لكم كونت على انستغرام، حطيت كيفاش كنت منظم وقتي. ما كنتش منظم وقتي، كنت نروح لازم نقرا، ما دام داير هدف اني ماجوري لازم تروح تقرا في الليل، ما تروحش تتمسخر تلعب. معليش مثلا تتفرج شويه نورمال، انا كنت واحد من الناس نتفرج نورمال، نتفرج لي سيري كيفكم عادي ونقرا. المهم نقرا، خليش راهي بنقرا. تعلمت مصطلحات وخدت نظرة، ما تقريبا ما قريت والو، حتى ندخلنا باش نتعلم، بديت نتعلم وحدي ما قريتش. على هو تعلم الحاقة في الانستا تلقاها، انا هدرت عليها كامل في ستوريات واحد. لو كي سي ام حليت في لي موديل كل، قلت لكم غير امبريولوجي امبريولوجي وسيتولوجي حليت فيهم كل. قلت لكم كل كليه عندها كتاب حسب كليتك، سقسي اللي قراو قبلك اسكو كان كتاب ولا لا، ما كانش كتاب حلهم الموقع الاول للدراسه في الجزائر. قنوات يوتيوب ما كنتش انا هكا نتبع قناه معينه، المهم نلقى الفائده تاعي. قلت لكم ما كنتش نتفرج فيديو من الاول لاخر، هكا كنت نقرا الكود وحدي ما فهمتش حاجه نروح نحوس عليها في اي قناه، ما يهمش قناه شكون ولا، المهم نلقى معلومه نحوس عليها وصافي، ما يهمش من عند شكون نتفرج. كي قرب الكونترول كنت نحضر، هي كنت نحضر نورمال وما نغيبش نورمال، تقريبا كل حضرت لي كود كل غير اساساج. تطبيق ما فهمتش قصدك، مثلا اناتومي خدمت باطلس اناتومي، غير هذا ما كانش تطبيق. مش كاين تطبيقات مواقع ما هكا، المهم نحوس على المعلومة نحوس عليها وصاي، مش مهمش منيح، المهم تلقاو معلومتكم حوسوا وصاي. هل تقدر تمارس نشاطات؟ تقدروا، هي عادي سباحة حفظ قرآن نورمال. حاولوا برك تنظموا وقتكم وتوازنوا بين القراية، ومدوا شوية أولوية للقراية ما دام عندك هدف أنك ماجوري. كثر من النشاطات اللي حديرها وصاي، من عادي أنا كنت عادي ندير نشاطات كيفكم. حتى ساعة كنت نقرأ فيه ما كنتش نحسب، المهم نقرأ وصاي، مثلا نقرأ ساعة ساعتين على حسب، إذا تعبت نرقد نورمال. المهم ما دام بديت من الأول حنقرأ مرتاح، ما نفرضش على روحي عدد ساعات معين، نتعبنا نرقد صح. كاينة حاجة ثانية، حاولوا ديما تبحثوا وحدكم، حاولوا ما كي تبحثوا على حاجة ما فهمتوهاش ابحثوا وحدكم ديما، ما تعتمدوش على ناس اخرين، تروح ديريكت فهمت هذه تروح تقصي صح كله. ابحث وحدك باش تطور نفسك، تولي تبحث ديما وحدك، عندك 7 سنين جايه راح ديما تواجه مشاكل، ابحث وحدك ديما، ابحث وحدك وتعلم، تعلم تبحث. الدروس تغير من سنه لسنه ما تغيرش، تبقى قصدك من وهم من سنه اولى سنه ثانيه باين تغير بصح، اسكو من برومو تغيرش تقريبا، تبقى نفس.
ممكن يزيدوا حوايج ينقص حوايج، هذيك الله أعلم. طنكمش منح، عطاونا منح الخارج بصح ما اديتهاش. نوي بلونش، انا شخصيا جامي درت نوي بلونش في حياتي. كاينه حاجه ثانيه، انا كي نلقى روحي مثلا راني في ليله العد، حتى راني تحصر يعني، حتى ما ادري راني قاري قبل بصح نتحصر ليله العد، راك حتقرا ياسر حوايج في نهار ولا نهارين، سما تحصر شوي نبدا نتعب. ما صاير نرقد نوض الصباح نبدا نكمل نحفظ خير، بس كي تبدا تتعب التركيز تاعك يكون ضعيف، ما راحش تهز، ما تلقى روحك ماكش تهز بنسبه مليحه. سما تنوض الصباح نرقد، نوض الصباح خير نلقى روحي فاطن بيان، نقدر نحفظ خير وخير، نكون مركز خير. سما نيمي بلون ما ننصحكمش بها، مادامك ماجور معناتها مادامك حاب تقرا مليح، مادامك سما راح تبدا تقرا من الاول، ما راحش تحصل لدرجه انك حدير نوي بلونش. لازم تكون راقد مليح، لازم تعود على الاقل راقد 5 سوايع، تروح باش تروح تعقب وانت مركز. وثاني النوم قبل الكونترول يهم، تعود راقد مليح باش تقدر تجاوب. قادر هذيك السهرة اللي صارت ما رقدتش هي اللي تزيد لك الاجابات. نيتو تاع دراسة أنا نستعملها من بكري، تسمى طريقتي نخدم بيها وصايا. كاين اللي يحب، أنا عطيتكم حوايج، كاين اللي يحب يتبعها يتبعها، اللي ما يتبعهاش عادي. كيما أنا كيما قبلكم قالوا لي ناس دير هذه ودير هذه، كاين اللي يتبعهم كاين لا، تسمى تبع واش يساعدك أنت حسب الثقة تاعك في أسلوبك. ايه حيبقى محفوظ لايف، اني مدير ريكورد، وما ما الاي ام اس اكاديمي هم دايرين ريكورد نورمال. منين جبت لي كي سي ام نتوما البرومو الاولى في لانكس؟ احنا تابعين القسنطينة، عليها كنت نحل تاع قسنطينة، سما حلوا الكي سي ام تاع الكلية اللي تابعة اللي راكم تابعين ليها. مام لي بروف كاين اللي من قسنطينة قرونا، وكاين اللي من بسكن. دراسة الاعتمادات حفظ بزاف، أغلبها حفظ، أغلبها حفظ وكاين فهم. ريكورد نورمالمون يتحط في اليوتيوب، نقدر نحطو هنا بعد نشوف. تي سي ام ماني هضرت عليهم من تلقاهم. دراسة في ملحقة على حسب إمكانيات اللي فيها، قادر عامين قادر 3، على حسب إمكانيات اللي فيها سكيتو قادر يديروا لي ستاج ولا لا. قادر تولي كلية إذا كان إمكانيات مليحة نورمال تكمل 7 سنين. أي نوع تحفيظ تاع ميتين كما تاريخ جغرافيا وكما علوم تاليس؟ هذا سؤال مليح. كاين الحفاظة وقت حتبدل، مش الحفاظة كما تاع بكري، كاين الحفاظة بكري تحفظ باش تكتب، بصح دوكا تحفظ باش تفكر برا، باش راح تكون الإجابة قدامك من بين إجابات الغالطين راح تفيقلها. ثم الحفاظة راح تكون شوية خفيفة على تاع قبل، راح تحفظ باش تفكر برا، تفكر الإجابة صحيحة، ثم تشوفها تبان لك بلي هذه هي الصحيحة، ثم الحفاظة راح تعود أخف شوية. ثم ما حاولوا ما تبقاوش تحفظوا بالكلمة هكا، اشفوا برك على الإجابة هكا. هذه أنا مليح سؤال، الحفاظة راح تكون خفيفة شوية. اسكو كان هدفك انك ماجور؟ هيك كان هدف تاعي قبل ما ندخل، اصلا قبل ما ندخل القرايه كنت حاب ماجور. ستاج درت، هي ستاج درت هنا في السبيطار هنا في بسكرا، وملاح مليح تعلمه بعد ما تقرا طبيب معماري. الصيف هذاك اذا كنت فارغين شغل روحوا تعلموا اسمها انفيرمي. ستاج تقدروا ديروا طلب خطي للسبيطار اللي حتروحوا له، وتدخلوا تعلموا تخيطوا، تعلموا السوان، تعلموا الدويات، تحاليل كذا، حاجة مليحة.
ما تبعثكش الجامعة ستاج، هذا ستاج فولونتير ديرو تاك، مش اوبليغاتوار، تطوعي ديرو تاك لروحك تتعلم. كاين في دوزيام اني نورمالمون كاين ستاج اجباري، مش كل كلية ديرو، احنا في قسنطينة ديرو، سمح حتى ثاني في بسكران ديرو، بس اجي مثلا ما يديروش دوزيام اني ستاج. فاش كنت عامل معني كونترول، ايه اهم حاجة ما تخافوش، كنت خاف وما مي تقولوش بلي راكم رحتوا الجامعة صاي حاجة صعيبة والناس كل تدي 10 وكذا وما نوليوش متميزين. كون كنتو متميزين تقدروا تبقاو متميزين عادي، مش صح رحتوا الجامعة صاي حتقول كل حاجة تبدل حتولي صعيبة، كونترول او قادر يولي اسهل من امتحانات كنتو تعقبوهم قبل عادي، ما تخافوش منه برك، مش حاجة صعيبة. تاع تيليجرام من بعد نشوفها ريجل ان شاء الله. كان توازن بين الرياضة والقراية، انا رياضة كنت ساعات نلعب بالون ولا ساعات نجري برك، بصح كنت نقرا اكثر، سما مثلا خطرتين في السما انا هكا تلعب بالون ولا تجري، ما مع انترينمون كنت حاولت بصح ما قدرتش، عمالة حنحاول نسيا نشوف ما بديش. فورماسيون في مدرسة خاصة، ما علاه ديروا مدرسة خاصة وتكلف روحك، روحوا عادي روحوا سبيطار تعلموا وحدكم، وأصلا علاه تبدا ضرب مازال تقدروا تخلي حتى تكملوا البريميير راني تاعك، تهز شوي حوايج، كاين حوايج بس كاين حوايج تلقى طبقها مع الواقع، طبقها مع التطبيق اللي حديرو في السبيطار، مرات السبيطار خير وتدخلوا تعلموا عادي. يدوك ما عندكم أسئلة، إذا ما كانش نكمل اللايف، عمواني هضرت على كلش وديما قلت لكم كنترول أنسطاني كل يوم، يعني كتجيني فكرة نقول ديما كتجيني فكرة نهضر عليها من ملخصات بعد نحطهم في فلاشين تاع تيليجرام، ما بعد قادر نشرح لكم دروس كي عندي وقت نشرح لكم بيوستاج بيوفيزيك، دروس كل واحد يعني هدرت عليه بالتفصيل، كل دروس تاع كل موديل هدرت على الدروس تاعو، تعرف ندير ملخصات كاش طرق. قلت لكم ملخصات هي عبارة انك تنحي الحوايج اللي ماكش حتحفظها في الدرس، هذا ما كان هتعاود تكتب وممكن تبدل الاسلوب تاع الكتيبة، تنحي الحوايج اللي ماكش حتحفظها ولا ماكش حتقراهم ولا مش مهمين لهذيك الدرجة ولا البروف ما ركزش عليهم، هذا ما كان سما هذا هو التلخيص، مش لازم تلخصوا ديما، يعني قلت لكم انا عمال لخصت غير زوج موديلات والاخر ولخصت غير شويه بيوشيمي. ايه لي كونترول بريمير اني كي سي اس بر كان تاع تكتب في الحل، سما ديما تخير اجابه وصح. في فرنسي برك داروا لنا خطرة وضعية، الدراسة الملحقة؟ أنا بالنسبة لملحقة أنا عجبتني عادي، كنت قادر نبدل السنة بصح مادامني حدا الدار، أهم حاجة أني تعود حدا الدار حاجة مليحة ياسر، تعود حتى قرا قريبة ليك مادامك ديما مع داركم، تعود ديما مرتاح في القراية أحسن من الإقامة، كل الحالات أحسن من الإقامة، هذا حبيت ريح هنا حتى ونروح لقسنطينة وصلاح، ثم ما تقوليوش مستوى ناقص ولا، أنا ما يهمنيش مستوى تاع الكلية والملحقة قد ما تهمني البلاصة اللي راني فيها مرتاح ولا لا. القراية ما تهمش، القراية تالي راح تقرا، ما يهمش واش تعطيك الملحقة واش الكلية، تالي تفورمي روحك تالي تعرف واش تقرا، ما تقولوش مستوى ناقص يا ملحقة وكلية خير،
سما تو قرايتك تالي تفورمينا تقرا انفورماتيك. هي كاين بيوستات معها انفورماتيك، احنا قريناها شغل اعمال تطبيقية في بيوستات، قرينا على الاكسل خدم كفاية يخدموا بيه وكذا، طبقنا دروس تاعو في الاخر، مش حاجة كبيرة يعني، ما بصح قسنطينة شوي صامتة الانفورماتيك تاعها، احنا مليحة شوي تنظم وقت. تنظيم وقت حسب البروغرام تاعك، ما بديش كاني يعني مشتيش نظم وقت، ما ننظمش وقتي عادي، المهم نقرا وصافي. نقدر نلقى تيست فرونسي، تقدروا انا حطيت لكم واحد في انستغرام تاعنا درناه، وتقدروا تلقوه في يوتيوب، ديروا تيست دو نيفو بي دو، نتوما لازم تلعبوا بي دو صافي. فانا قرا 24 ساعة هذه ما فهمتش بين شكون يقرا 24 ساعة، مش صارت ماجور معناتها هو تلقاه ديما يقرا، المهم يعرف وش يقرا، تعرف وش تقرا، كاين سر انك تولي ماجور الكور، كي تشوف الكور تعرف وش تحفظ فيه، مش تروح تحفظ الكور كومبلي تلقى راك جايب 24 ساعة كما راك تقولي. سما تعرف وش تحفظ في الكور، هذه اهم حاجة، تعرف وش حتحفظ فيه تنقص على روحك ياسر حوايج. أنا قلت لكم معظم الحوايج اللي كفاية تعرفوا تنقصوا كفاية الكونترول. ايه في بري كما قالت كل لا ما يمكنش الوقت، المهم عندكم زوزة وصول صحيح. احنا شهر نهار نعقبوا لي كونترول، احنا في قسنطينة في بسكرة نعقبوا نهار بنهار، نهار نعقبوا نهار ده نهار نعقبوا نهار حتى نكملوهم، مي كان في ألجي يعقبوا كل يوم، اليوم يعقبوا زوز كونترولات، سما شوية صعب تقدرش تراجع، شغل صعيبة شوية باش تراجع زوز موديلات شوية ليل، سما احنا مساعدين شوية نقراو نهار بنهار نعقبوا لي كونترول تقدر تراجع. حنا نكون نقراو الموديل، كل موديل وكفاية الحفاظة تاعو، يعني كل موديل هدرت عليه شحال حفظته مرة، كيما أناطومي 4 ولا 5 مرات نحفظ الكور، كاين سيتولوجي تحتاج 2 مرات برك حاجة خفيفة، كل موديل وش يحتاج، يعني هدرت على كل ماجور هو الأول تاع الدفعة ولا حتى ثاني ثالث، حتى ثاني ثالث يعتبروا دي ماجور، مي أنا خرجت الأول. شحال مفوان قراو مودي افون كونترول، سما في المراجعة قبل الكونترول، اذا كنت حافظ الكور تاعك هذاك مليح، سما كل كور اذا كنت حافظه مليح قراه مرة وفوت صار، اذا كنت لقيت كور ماكش مكمله مليح احفظه قداش مرة، سما عاود 2 مرات، سما كل كور شوف روحك اذا راك حافظه صار قراه عاود احفظه المرة الاخرى وقليه. كيفاش نعرف باش نحفظ الكور؟ هي قلت لك تحضر الكور راك تعرف على واش يركز، على واش يركز البرو، وتعرف الحوايج المهمين، ووحدك ثاني هكا كي تشوف الكوسيام ثاني تعرف الكوسيام شغل راك محفظته المرة الأولى، روح شوف الكوسيام طلع عليهم شوي شوف على واش يركز، بعد ترجع المرة الجاية تحفظ تعرف على واش تركز وحدك هكا، الحدس تاعك يقول لك على واش تحفظ.
ما هو صاي والله في الحلقة تقريبا ساعة، جاوبتكم على أغلب الحوايج اللي سقسيتوهم، و احنا أنا قلت لكم انستغرام إذا تهدرت فيه تفاصيل أكثر وأكثر تقدروا تدخلوا تلقوا ياسر حوايج تجاوب على تساؤلاتكم، واللي ابعثوا لي نجاوب عليكم كل، ابعثوا لي في انستغرام في تيليجرام جاوب عليكم كل. حاولوا برك تخلوا الهدف تاعكم ديما تعطوه قيمة، الهدف تاعكم باش تلحقوا له ديما، خلوه باش تقدروا ديما تزيروا رواحكم وتلتزموا وما تحبسوش خلاص، وربي يوفقكم وما تفشلوش برك، بقاو أقرار، دمتم في أمان الله.